أهلا بكم من جديد، نرحب بكم في للنشر، ونبدأ حلقة الليلة بموضوع هو موضوع متداول اليوم ليس فقط في لبنان ولكن في سوريا، في الأردن، في مصر ومعظم الدول العربية، وهو موضوع يأتي صحيح بعيدا عن هم الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي تشكله قضية النازحين السوريين إلى لبنان وإلى العالم العربي بالأعداد التي تجاوزت كل الخطوط الحمر، لتتراكم يوما بعد يوم ملفات الاعتداءات وعمليات الاستغلال والإذلال التي يتعرض لها غالبية هؤلاء النازحين السوريين في لبنان وغير لبنان، وبوجه الخصوص النساء والشابات النازحات والقاصرات والأطفال أيضا. الجديد اليوم استغلال المساعدات عبر جمعيات، ممكن أن تكون هذه جمعيات حقيقية أو حتى وهمية، ولكن ما وصل إلينا هو وقوف رجال أعمال وشيوخ عرب على رأس هذه الجمعيات يدفعون المال ليس من باب الدعم والمساعدة بل لإقامة علاقات مشبوهة أو جنسية تشرع على طريقتهم مع قاصرات تحت شعار زواج محدد المدة لخمسة أو عشرة أيام على أبعد تقدير، مما دفع بالبعض أن يقول يبدو أن دول هؤلاء الأشخاص تتسلى بسياسة بلداننا كي يتسلى رجالهم بشرف نسائنا. تقرير ونلقي الضوء أكثر على القضية. ضحية تغتصب بدلاً من أن تنقذ، هذه هي حال بعض اللاجئات السوريات القاصرات اللواتي نزحن إلى لبنان هرباً من القذائف والصواريخ التي لا تميز بين شخص وآخر في سوريا، ليقعن في فخ ذئاب تفترسهن بأبشع الطرق. جنين، نغم، حنين، نهى وغيرهن هجرن من مقاعد الدراسة قسراً ليتحولن إلى سلعة يجري الإتجار بها، فأصبحن برسم زواج ملتبس في سوق أين منه سوق النخاسة، والشارون غالباً هم من شيوخ المال ممن يكبرونهن سناً في عملية المتهم في هذه القضية فهي إحدى الجمعيات وتدعى طيبة لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في عكار وتوزيع المساعدات والحصص الغذائية عليهم، بحيث تقع بعض العائلات السورية تحت رحمتها وفق ما رواه النازحون، والذين يقولون إنه تحت غطاء الجمعية المذكورة يجري تزويج الشيوخ لفتيات قاصرات لمدة أيام قبل أن يتم الطلاق بعدها. صار لي سنتين وشوي نازح بمنطقة حلبة بلبنان. أنا كنت أشتغل بوقف طيبة. أول ثلاث أربع شهور صار يعطوا العالم نظامي، بعد منها صارت منها مثل شركة مؤسسة دعارة. وين في وحدة حلوة بيكونوا استهدفوها وعطوها مصاري، يروحوا لعندها يغروها بالمال وياخذوها. كانوا فاتحين شقة بالمنيا على هالشغلات خصوصي هذه. إبراهيم الغفاري وأبو عزام السعودي وربيع مراي. هذول الثلاثة كانوا يشتغلوا الشغلات كلياته باتفاقية مع جمال شحادي كمان بالموضوع. ما ضل في مال، المال كله راح على الدعارة. قاصرات وبحاجة لمال، بدهم المال صاروا يغروهم بالمال، يعطون وياخذوه. تتجوز الوحدة أسبوع عشرة أيام ويكونوا دشروها غرف نوم كاملة بطيبة، يدخلوا البنات النسوان اللي بدهم إياها يدخلوها ينيموها هنيك هني ولا السعودية. نحن هون كنا جيران طيبة، كنت تشوف نسوان فايتي بالليل نسوان طالع بالليل، الشباب السعوديين يجوا عليها، ايه يكون السعوديين موجودين بالمكتب ويلتقوا هني والصبايا وين بالمكتب. ما
بنات صغار بنات كبار يعني ما عنده مشكلة بهالموضوع نهائيا. كنت بسوريا بسمع بيجيني خبر بيقولوا لي روح لبنان الحق بنات أخوك، كل نهار من محل لمحل، وفي بنت صغيرة عمرها 16 سنة هاي قاصر يعني متجوزة واحد سعودي، وما بيصير كتب الكتاب إلا ما يكون فيه ولي أمر لها. ولي الأمر هلا الوحيد أنا، وهذا الزواج لازم يعني يكون باطل. بيجي بسمع من العالم إنه متجوزة هذا القاضي إبراهيم الغفاري، استلم هون مركز اسمه طيبة واستأجر لهم بيت وصار يحطهم كل نهار بمحل شكل، أنا دور عليهم ملاقيهم، وحتى أخذ وحدة يعني قبل البنت كمان أخذها 5 أيام مبشرة هذا القاضي نفسه. قال لي شو رأيك عدي عليك بكرة أخذك بشغلك يعني باخذك بشغلك بألاف الدولارات. قلت له شو هالشغل بدك تشغلني اياها بألاف الدولارات؟ قال لي خلص والله شغلة كتير كويسة وما أنا يعني ما أنا صعبة. هاي هي القصة، بده ياخذني يشغلني بشغل عاطل لحتى يكفلني ويقدموا لي. قالوا ايه، ومن ضمن الحديث أنا لبسي شرعي، فعمي قال لي ليش هيك إنه يعني أنت منين بدي يكفلك شيخ؟ قلت له شيك لابسة شو بدي ألبس لك؟ قام قال لي البسي البسي تحمري وتكحلي والبسي شيء قصير بيمشي حالك. الشكوى ممنوعة ولا يحق للضحايا رفض الشاري ولا كشف الفاعلين، بل يرضخن تحت أمر واقعهن المرير. فمن يعيد لهن كرامتهن ويحمي حقوقهن وأجسادهن من الاغتصاب؟ إذن بعدما شاهدنا هذا التقرير أكرر أنها ليست المأساة مأساة اللاجئات السوريات فقط في لبنان، وإنما في معظم الدول العربية التي يلجأ إليها هؤلاء الفتيات. وطبعا شاهدنا تقارير مماثلة أجريت في مصر، أجريت في الأردن، في مخيم الزعتري، في تونس، في لبنان، ولكن شاءت الصدف أن يكون الشخص الذي يتعامل مع هذه الشركة هو من الجنسية السعودية. ولكن نؤكد أن معظم الجنسيات الخليجية، كي لا نقول جميع لأنه طبعا ليس من جميع الجنسيات الخليجية، ولكن من العديد جدا من الجنسيات الخليجية هم الذين يعني يمكننا أن نقول إنهم متورطون في هذه المواضيع. ربما من وجهة نظرهم أن ذلك هو شرعا وليس حرام، ولكن من يؤمن هذه الفتيات وهذه الصبايا بهذا الشكل المذل هو من يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه الله قبل أن يتحمل مسؤوليته تجاه القضاء. ولكن أردت التوضيح فقط أن المقصود ليس فقط الجنسية السعودية، إنما هناك عدد كبير من الجنسيات الخليجية على مختلف أنواعها وغير الخليجية أيضا ممن يشاركون في هذا. معي داخل استوديو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحوت، وهو باحث في الحقل الإسلامي. مساء الخير، أهلا بك فضيلة الشيخ. وأيضا معي سليمان الكردي، وهو عم إحدى اللاجئات السوريات القاصرات التي تزوجت من أحد الشيوخ العرب ولا أحد يعرف عنها شيئا اليوم، تقول إنها اختفت في طرابلس ولا أحد يعرف عنها شيئا. وسيكون أيضا معي مداخلة مع ربيع مرعي، وهو مدير سابق لجمعية طيبة في عكار، وهو ناشط في عمل الإغاثة ومدير جمعية التنمية في عكار، وأريد أن أبدأ معه إذا كان الاتصال جاهزا، لأن هذه الجمعية كانت محط اتهام من بعض الأشخاص ومن جيرانها بأنها تحولت من جمعية مساعدة إلى اتجاهات أخرى واتهمت بالدعارة. ربيع مساء الخير. شيخ ربيع مساء الخير، بس رح ناخد 15 دقيقة لهذه الفقرة لأنه بعد في عنا تسجيل تم لأحد الأشخاص مع إحدى الفتيات، رح نشوفه. هذا التسجيل يبث للمرة الأولى وأعتقد أنه صور بشكل سري، ولكن دعنا أولا مع ربيع. ربيع مساء الخير. مساء النور لك ولضيوفك استاذ طومي. شكرا شيخ ربيع. استمعنا إلى بعض الأشخاص في التقرير يتهمونكم بأنكم لستم بجمعية إغاثة أو جمعية مساعدة، وإنما
تستعملون هؤلاء الفتيات لأغراض مشبوهة منها الدعارة، ما صحة هذا الاتهام؟ صراحة أستاذ طاني، يعني أنا أول شيء مسيك ومسيك ضيوفك الكرام، شكرا. وبحب أقول شغلي، نحن أنه صراحة من وقف طيبة، وقف منذ بدايات الأولى للثورة السورية باحتضان هذا الشعب، انطلقنا نحن من روح الأخوة التي تجمع الشعبين، الأخوة الحقيقية والإنسانية المجردة من كل وصايا سورية، ودفعنا ثمنها نحن الاثنين. طيب، ولكن ما يهمني في الأمر أستاذي، حضرتك شيخ؟ حضرتك شيخ؟ أنا ناشط إغاثة ودارس في معهد شرعي، ولكن ليس مكلف بشيخ رسمي. طيب أستاذي، إذن أستاذي أنا اليوم لا أريد أن أتدخل فيما يحدث في سوريا، إذا كان يعني ثورة نظام مع الثورة، ضد النظام مع النظام ضد الثورة، هذا لا يعنيني في الوقت الحاضر أقل هنا. أنا ما يعنيني ما يتعرض له أو تتعرض له الفتيات والنساء السوريات من يعني إنكم عم بتغرروا بهؤلاء الصبايا، عم تستغلوا فقرهم، عم تستغلوا خروجهم من بلدهم، عم تستغلوا تعديرهم، عم تستغلوا هذا الوضع لأمور تانية. اليوم يقال إنكم أنتم عم تاخذوا هالفتيات تجيبولهم شيوخ ورجال أعمال عرب أو ناس معهم فلوس عرب من جلسيات خليجية، تزوجوهم ياهن لعشرة أيام خمسة أيام، اللي هني لما يخلص منها أنت حتى بتطلقها، مش هو يعني معك توكيل أنك أنت تطلقها لتلك الفتاة. أستاذ طاني، أول شيء بالنسبة للتقرير هذا صراحة، نعم، بكل صراحة أنا أقول لك أنه هذا في ديباجية وركز على ظاهرة الزواج السعوديين بالنص من قاصرات سوريات. نحن قلنا عفوا، نحن قلنا أنه سائب في التقرير الجنسية السعودية، ولكن هناك جنسيات، نعم، خليجية متعددة، وليس المقصود السعودية تحديدا. أنا قبلت معك أنه أطلع معك على الهواء، نعم أستاذ طاني، أنا قبلت معك أطلع معك على الهواء، مع أنه أنا إلي سنة ما تربطني أي علاقة بطيبة، ولكن قبلت، مع أنه أنا كمان عامل خاضع لعملية في الفم، يعني عذرا على بعض الكلمات اللي تطلع معي، لأنه أنا خاضع لعملية. طيب، لأيام سلامتك سلامتك، ولكن ما صحة أستاذ طاني، فضل فضل قصي معك الكلام، ما تقطشني. طيب، لهالسبب بدي إياك تبلش بالموضوع، لأنه موضوع مهم. فضل، سامعك تفضل. يلا، أنا بالنسبة لهالموضوع، أنا صراحة هذا التقرير كله أنا بعده في تباخية، ركز على ظاهرة الزواج السعوديين بالنص من قاصرات سوريات مستغلين بذلك حاجاتهم كما زعموا، لكن أنا بقول كإذاعة إعلامية لم يذكروا لنا أي مستند لا صحيحا ولا مختلفا، حتى على حالة واحدة من سعودي واحد، مع أن الأسر السورية في عكار بالآلاف، مما يعطينا نتيجة نهائية وقاطعة على القناة ومن أعد التقرير يريد الإساءة لشخص بعينه، ثم يسحب هذا الأمر على المملكة العربية السعودية ومؤسساته الخيرية العاملة في لبنان وخاصة في عكار، وهذا يوضح نوعية الاصطفاف السياسي صراحة في القناة والدور المشبوه ممن تكلم في التقرير وعلاقاتهم. والقناة يا أستاذ طاني ما كلفت نفسها عند الوصول مثل هذا التقرير لا أن تتواصل مع المؤسسة التي اتهمت ولا مع الأشخاص الذين ذكروا في التقرير من قبل، أنا بعتبرهم بكل صراحة عملاء معروفين بعلاقاتهم مع النظام السوري، الأمر الذي يناقض كل المواثيق والأعراف الإعلامية والمهنية. لذلك يا أستاذ طاني، أنا أتمنى صراحة لا بخمستاشر دقيقة في عن كفتي، ولكن بالنسبة لضيفك الكريم من بيت الكردي، نعم، يلي يعني بدعي أنه بنت أخته بنتخيل أنه متجوز واحد سعودي، نعم، أنا مستعد أعطيك رقم الآن، نعم، أنا مستعد أعطيك رقم الآن، تتواصل معه، نعم، تتواصل معه عطرابلس تسأله. هذه البنت صراحة أنا ببكي عليها، لأنه بنت يتيمة، أسأل والله والذي رفع السماء بلا عمد، ما تجوز بأي سعودي ولا مشعرة منا أي سعودي، وعم الموجود معك هو سكن عنده بالشقة لأكثر من 3-4 أشهر. يا أستاذ طاني، الشعب السوري شعب مناضل، شعب قوي، نعم، شعب صراحة أنا بعد على. طيب، أمور هيدي أستاذ، هي أمور، نعم، صراحة تسيء للشعب السوري. أستاذ ربيع، أستاذ ربيع، سؤال بس بدي أخذ تعليق من سليمان على
على ما قاله، ما صحت ما قاله السيد ربيع مري انه بنت اخوك منا متزوجه من سعودي، ما حدا مس شعره منها، وانت عشت معها بالشقه لفتره، وهو مستعد يعطينا رقم هلا للتواصل معها؟ بعد ما انتقلوا من عنده هي قالت انا رايحه على بيت خالي، طلعت مانا ببيت خالها، ليش خبت علي؟ صارت هالعالم، مين ما شافني بالشارع يقول لي بنت اخوك متجوزه واحد سعودي. على كلام الناس؟ ايه بدي اقول لهم على كلام الناس. لك انا كلام الناس، انا ماني متاكد من هالشيء هسه، يعني انا جاي مشان اعرف انه فعلا بريئه هالبنت ولا لا، لانه مستحيل تتجوز الا ما اكون موجود انا. نعم. ايه هذا الحكي سمعته من العالم انا. يعني انت جاي يعني باني اتهامك على ما سمعته من الناس. ايوه. بس ما معك لا ادله ولا وثائق. لا ما في دليل. لا. تدين يعني هذه الجمعيه او هودي الناس او حتى بنت اخوك. لا ما في دليل. طيب. بس انا العالم هيك عم تحكيني. طيب بنكمل معك استاذ ربيع، بتحب بعد توضح اي شيء لانه في عندنا تقرير. في شغله ثانيه يا استاذ طاني. نعم. نحن عبر شاشتكم الكريمة نعم مستعدين صراحة انه الان، لانه هذه الاشخاص يلي عرضت بتقريركم على الاخبار سابقا والان، نعم هذه اشخاص خيرة، وانا بعتبره هذا ضرب للعمل الخيري ولخط العمل الخيري في لبنان، وخاصة في عقار يلي هي منطقة تخطط خط الفقر. نعم. يعني صراحة انه الجمعيات الخيرية نحن واجبنا. طيب. نوقف مضبوط، ولكن سؤال، ولكن سؤال قبل ان اطلب منك، عفوا، ولكن سؤال قبل ان اطلب منك ان تشاهد معي هذا الفيديو لاعود واستمع الى فضيله الشيخ ورايه الشرعي وامور اخرى في هذا الموضوع. السؤال قبل ان ننتقل، هل انت كنت موقوفا من قبل مخابرات الجيش من فتره؟ لا، مخابرات الجيش موجوده. لا بالعكس. ليش كنت موقوف؟ لا ما كنت موقوف. انت توقفت. ما كنت موقوف. انت توقفت فتره من فتره. لا 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 ما لا 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 بالعكس، بحياتي ما توقفت ولا فتره، بالعكس نحن كل تعاملنا وكل عملنا الاغاثه بنخليه تحت مظله الاجهزه الامنيه. لموضوع شخصي يتعلق ببيت لا لا لا. معين لم يتم توقيفك بهذه القضيه؟ انا بتمنى توضح هالامر. لا بالعكس. طيب. ولا توقفت الحمد لله، كل شيء توقفته بالسجون. انا توقفت مره وحدي بسوريا بسرعة. لا لا لا، انا اتحدث الشام. انا اتحدث بلبنان، التوقيف الذي حصل على نتيجه فيلا السندياني المعروفه بفيلا السندياني التي كان يتم استضافه بعض شيوخ العرب في داخلها لامور اعتبرت مشبوهه في حينها. استاذ طاني انا بتعيد، تشرفنا على السندياني ويا ريت تحمروا لنا فيلا. ممنونك. اذا بتبنوا لنا فيلا يا استاذ طاني وبتصوروا لنا كن ممنونك انا. طيب مش فيلا خيي، بيت غرفه. سندياني ولا عندنا بنايات. بيت غرفه اوضه. لا 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 استاذ طاني بالعكس. طيب خلينا نشوف هذا الفيديو، هذا الفيديو الذي وصل الينا لشخص يدعي انه قام بهذه الزياره الى تلك العائله التي تزوجت من سعودي بطلب من السفارة السعودية، هو ادعى ذلك، ولكن أنا أضع هذا الفيديو برسم السفارة السعودية أولا وما أكون لها من احترام كبير. إذا كان هذا الشخص لا يمثلها وهو يدعي هذه الصفة فنريد الرد والتوضيح من قبلها، وإما إذا كان هذا الشخص من قبلها فأيضا نريد توضيحا عما حصل. دعونا نرى هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الكريمة، أنت ناس حسورية؟ أيوة. ولا هذه بنتك؟ أيوة. بارك الله بيك. إيش اللي حصل معك هنا في لبنان؟ في موضوع يخص رجل أتاكم هنا ومعاه شيخ من جمعية طيبة، ممكن تتفضلي تحكي لنا إيش صار؟ إجا مع الشيخ وشاف البنت وقال أنا بدي إياها، سألناها بتريديها الرجال؟ قال بريده، وكتب كتاب بقلب البيت، لا لا حق لا مقدم لا اخر، وما اعطاني ورقه نسخه عن الكتاب. طيب ما اعطاك ورقه على كتبت الكتاب؟ عفوا قبل ذلك، اللي جاكم هنا في البدايه هو رئيس جمعيه خيريه. أيوة. وجاي على سبه انه بيعمل خير معاكم، عقب ذلك تقدم للبنت وطلبها. أيوة. طيب بعد ما تقدم للبنت ما اتفقتم على ايش الاتفاق اول شيء؟ ما اتفقنا على شيء. انت ما طلبتي، ما حطيتي شروط عليه ان كيف الزواج تم؟ لا لا، رضت هي ووافقنا. طيب متنا متل كلها عالم. طيب مثل
باقي الناس، لكن الاتفاق على ايش تم؟ مقدم مؤخر؟ الحرمه لها حق، ايش اللي اتفقتوا عليه في حق الحرمه؟ على دنم ارض، وعلى اساس يجيب لها ذهب، وعلى اساس يفرش لها بيت كامل. نعم. ما هذا كله ما سوى. انت زوجتي بنتك على اساس انها للعمر كله يعني زواج؟ ايوه، لا عرفت ما زوجتها. زواج نهائي. طيب بعد ذلك من كتب الكتاب؟ شيخ ربيع. ربيع من؟ ربيع مرعي. ربيع مرعي. الرجل اللي تزوج بنتك ايش اسمه الكامل؟ ابراهيم ابن سليمان القفاري. ابراهيم ابن سليمان القفاري. طيب اختي الكريمه، بعد ذلك وكتبتوا الكتاب اعطاكم مبلغ شيء؟ اعطانا وقت اللي جهز الهتياب بس. فقط بس. وبعد ذلك خذها وراح شقه، استاجر شقه، ايش كملي لي انت القصه؟ جاب له حلا وخاتم وتليفون. جهاز جوال. ايوه. طيب وين خذاها وين راح بعدين؟ بشقه ضلوا شي 10 ايام. نعم. راح سافر رد رجع، ضل كملت الشهر وعد دشرها. يعني جلس معاها 10 ايام؟ ايوه. بعد ذلك سافر، رجع من السعوديه، جلس كم يوم؟ وراح. وبعد ذلك ايش صار؟ مع الان ما عاد فيه هو، قال لو عارف هيك تندم وما يتربح خطاها ما يقدر يكمل معاها. ما يقدر يكمل معاها. ما يقدر ياخذها على السعوديه. وما يقدر ياخذها على السعوديه. وما له عندها المسؤوليه. وما هو قدر في المسؤوليه. طيب بارك الله بك، بعد ذلك طلقتي البنت؟ من طلق البنت امام شيخ او وكله لربيع مرعي. هو سوى وكاله حق ربيع مرعي وربيع اللي طلق. هو ما جاء هنا يعني ربيع مرعي اللي طلق. بس حتينا كيف جاء ربيع مرعي عندك هنا وكيف خبرت بالطلاق؟ عاد على التليفون حكاها. لا ابراهيم بعث لي رساله انه تركني. ايوه بعث لي رساله من السعوديه على الجوال. هذا شفته وسألت الشيخ ربيع وحاكي وآيدي وإلي إليك معين أنا بعد الله، لا معين ولا غيره. إيه أنا معين لك لآخر العمر. أيوة. لأب وأخ وكل شيء. أيوة. وتركت وطلقت على التليفون. مين اللي طلقت ربيع؟ إيه وكل الشيخ ربيع هو اللي طلقني. كيف طلقك بالله ممكن تحكي لنا؟ رحت لعنده على المكتب. أيوة. وقال لي إنه إبراهيم موكله إنه أيوة. عشان يطلقني. أيوة. قعدت وقلت له شلون ما بصير؟ قلت له انا ما برضاها بده يجي لهون ويسمعني اياها من تمه لابني. ايوه. ما بتطلع؟ قلت له ما في بكل الدنيا هيك وحده بتطلع على تليفون. نعم. وبرساله مستحيل. نعم. قال لي هو وكلني وانا طلعت. يعني الشيخ ربيع رمى علي، هو اليمين بالنيابه عنه. رمى عليك الشيخ ربيع الطلاق بالنيابه عنه. تكلمي اختي، لا تبكين، تكلمي اللي بقلبك، تكلميه. اللي بقلبك قوليه كله. والحين هو ما يطل، ما يجي إعانة ربيع مرعي، ما يجيكم منه إعانة أو شيء؟ ايه خفيف كل شهر، يعني شهر هاي شهر رمضان كله ما شفناه وما عندي. انتي ما عندك أولاد شباب رجال يحميك؟ عندي ولد صغير وبنت. الله يخليهم لك. الله يخليهم لك. الله يخليهم لك. طيب أختي الحين إن شاء الله احنا بعون الله تعالى راح نرفع موضوعك ان شاء الله لسعاده السفير، وان شاء الله بيتصرف وان شاء الله حقك بيوصلك بعون الله تعالى. شكرا لك اختي. الله يخليكم يا عم. في لك طلب اخير؟ طلب اخير من السفير او من السفاره او والله يشفوا علينا احنا. انا حرمي املي برأتي ايتام مالي حدا غير الله. نعم. هذا المطلوب والشفعه والحنيه والمساعده لي ولاولادي إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله بك. يلا السلام عليكم. إذن هذا ما سمعناه وهذا ما تكلمت صاحبة العلاقة يعني البنت التي تم تزويجها ووالدتها. أستاذ ربيع بعدك معي؟ معك. طيب ما تعليقك على ما شاهدت؟ يعني أنا بس استغفتوني على الفيديو صراحة لأنه كنت عم أفتش عنه وما وجدته عندي. لأنه صار عندنا هذا الفيديو صوره رجل اسمه علاء غانم معروف سمعته بالسوريين بين السوريين عايشيه. نعم. وهو طلع طرد من المنيا وهذا الفيديو تم مساومته له ب 5000 دولار وهو زي سعودي وراح لعند الجماعه والجماعه ما زالوا. انا بتمنى كنت تقابلهم اليوم
موجودين بحلب عنه. ما مانعينهم يحكوا يا سيد ربيع؟ لا ما يا استاذ طالب مانعينهم يحكوا، ما كانوا مفروض يكونوا معنا على البلاتو، يعني مفروض يكونوا معنا باستوديو اليوم. لا مع الأسف فرفضوا لأنه خيفانين. من شو خيفانين؟ ما عرفت. لا يا استاذ طاني، اول شيء نحن ما بنخوف حدا بهذا الموضوع. نعم طيب، هلا اللي بفهمه منك انه اللي عم بيحكي باللهجه السعوديه هو منه سعودي، هو سوري نازح سوري من درع البلد. نعم. اسمه علاء غانم، مدفوش من احد الذين يدعون العمل الخيري، ومع الاسف انه نقول انه سعودي جنسيه هو كمان، ومعروف بعكار، ومعروف عداؤه للشيخ ابراهيم الكفاري، واستغل هالعداء ليساومه. فعلاء غانم قلب على المتفق هو وياه. طيب يعني $5,000. طيب يعني الست وبنتها عم بيكذبوا بهيدا الفيديو، وعندي فيديو انا للام وبنتها ردا لهذا الكلام انه هن طمع فيه ومتغرر فيهم، والفيديو موجود. انا ساعد بدك ببعث لكم اياه على الجديد وبتشوفوه. لا لو بتبعث لنا اياهم هن لعنا هون وبلا الفيديو. يعني انت بعت لي الست وبنتها لعندي لهون، شو بدنا بالفيديو؟ انا يا استاذ طوني ماني مكلف فيهم، اخذهم وجيبهم. انا بجيبهم، انا بطلع بسيارتي بجيبهم وبجي، بس انتم ما تمارسوا ضغط عليهم. موجودين. نعم. توعدنا انه يكونوا معنا الاسبوع المقبل؟ ما عندي مشكلة. انا بسيارتي بجيبهم، ما عندي مشكلة، مش عم بطلب منك تجيب لنا اياهم. انا ما لي اصلا، انا الان ما تربطني فيهم اي علاقة، لا فيهم ولا بطيبة، ولكن هن موجودين. طيب. واحياء رزق ببيتهم بحلبة على مطرق منيارة. طيب. اعتقد. بس خليك معي ثانية كمان ربيع، لانه بدي رحب بزميلتنا مراسلة جريدة السفير في عكار نجلة حمود الموجودة معي. مساء الخير نجلة. نجلة، حضرتك يعني متخصصة في هذا الملف وتبعتي هذا الملف، بس بما أنه ربيع معنا لا يزال على الهاتف، هل يعني من نصدق الآن؟ يعني أنا أمام حيرة من أمري، حيرة كبيرة. من أصدق؟ أصدق ما يقوله ربيع أو أصدق ما تقوله العائلة والتقارير، خصوصا أنك أنت موجودة على الأرض وشفتي هالناس شخصيا وحكايتيهم بشكل شخصي وبتعرفي هذا الموضوع، تفضلي. صحيح. بالبداية خلينا نصوب الموضوع. نحن اليوم ما بدنا نيجي نقول أنه كل العاملين المشايخ العاملين بعكار هن عم يستغلوا موضوع النازحين، أو هن عم يستثمروا قضيتهم، أو هن عم يعتدوا عليهم أو شيء. اليوم في علينا ملامي أنه طيب هدول المشايخ ما تتشوه سمعتهم. نحن حريصين جد الحرص أنه نحن اليوم بعكار بأزمة، والموضوع انفتح. يعني نحن لما أثرنا هذا الموضوع أثرناه لحتى نصوب هذا، مش لحتى نشهر بالناس، يعني لا بدنا نشهر لا بالنازحين ولا بالشيوخ. نحن اليوم أمام أزمة اجتماعية كتير كبيرة، عنا شح مساعدات فظيع الكل ما يشكي منه، عنا مقابل هيدا الشح عنا ردود فعل من المجتمع المحلي المستضيف للنازحين، واللي صار كرهان أو على بحالة نفور مع بسبب كثرة الأعداد وبسبب قلة المساعدات. نعم. نعم. بنضاف عليه انه في استغلال لحاجه النازحين بشكل مش طبيعي. نحن ما تناولنا هيدا الملف كصحفيين موجودين على الارض وموجودين يوميا بين الناس، ونتخلط كثير مع النازحين السوريين لحتى نشهر بحدا. نحن تناولناه بعد ما تكرر معنا، مش من طريق الصدفه انه يتكرر نفس اسم الجمعيه ونفس اسم الشيخ، يعني بده يسمح لنا فيها، او نفس اسم الشيخ والسمسار والما بعرف مين، مش من طريق الصدفه هيدا انه يتكرر كل يوم اي مكان للتجمع النازحين بتفوت عليه، من العبدي لوادي خالد. لا هيدا الحكي كلام مفوت فيه يعني السيد ربيع اللي معنا. لا لا انا الهاتف. انا ما بدي فوت بسجال مع ربيع ولا مع اي شخص اخر. بس نجلة انت عم بتقولي انه مش من باب الصدفة ان يتكرر معنا نفس اسم الشخص والسمسار، يعني انت هون في سماسرة كتر، يعني في سماسرة كتار، وفي ايه؟ مشايخ كتار متورطين بهيدي المواضيع. نعم. بس انا لما اليوم بكون على الارض بيتردد اسم جمعية وقف طيبة قدامي 100 مرة كل ما بشوف حدا من النازحين، من العبدي لوادي خالد، في فيديو مضاد اليوم بيهددوا هيدي البنت، بيقولوا لها اعملي فيديو اخر بندفع لك هالقد، البنت بدها اجار بيتها، بيقولوا لها بتعملي هيدا الفيديو نحن بنكفلك على 6 شهور، بتعملي هيدا الفيديو وما بنكفلك، وين عم تروح الكفالات؟ نحن اليوم امام ازمة، مش بس انه التعرض للنساء، نحن اليوم أمام أزمة أنه في جمعيات تدعي كفالة 2500 أسرة سورية نازحة. هول 2500 أسرة سورية نازحة ما بيتم إعطاء كفالة أي شهر إلا بدون مقابل من هالمرأة أو من السيدة أو من اللي عندها بنت صغيرة. لا. أو من اللي عندها بنت كبيرة. أنا لا. بدي أسأل اليوم بعكار، مين ما بيعرف قصة سوسان؟ مين ما بيعرف قصة بنت خيو للكردي؟ ما يقول انه ان انحطت ومش مزوجه ومش مجوزه، شو عملوا فيها للبنت بعدين؟ شو قنعوها؟ شو عطيوها؟ شو قالوا لها بتعملي؟ شو قالوا؟
شو سجلوا لها؟ انا ما بيهمني اخبار واصله لسوريا. مين السيدات اللي من عكار ما تروح على سوريا تجيب بنات حلوات وتجي؟ ما بيصير هيدا الموضوع ما عادته مخفي، هيدا الموضوع صار علني اكثر ما انا وياك بنتخيل. انا احد النازحين قال لي ما يمكن تصديقه وما لا يمكن تصديقه يصدق عن احدى الجمعيات، يعني لهيدا نعم. الدرجه الامور واصله بالشارع طيب. فوق نحن اليوم بوضع انا رسالتك وصلت شكرا، وهذا رح نعتبره كمان بمثابه اخبار للاخبار للسلطات القضائيه طبعاً. هذا الموضوع في كلام كثير نعم. كان تهديد وصل للي طلعوا معنا بالفيديو اليوم، وكان واحد اضطرينا نشيل منهم لحتى ما نزعجهم ونحرجهم اكثر نعم. ليش نعم. عم يتهددوا الناس؟ ليش سوسن ما بدها تطلع؟ ليش امها لسوسن ما بدها تطلع؟ ليش ما بدها تطلع تحكي؟ ما انا حكيت لامها لسوسن على الباب، وقفت على باب بيتها وسالتها وقالت لي اذا بتريدي اطلعي لبرا انا ما بدي اياكي تفوتي على بيتي. قلت لها ليه ما بدك اياني افوت؟ انا ما بقى بدي مشاكل اكثر من هيك. سالتها للبنت انت تزوجتي؟ قالت لي انا تزوجت. كم يوم ضليتك معه؟ قالت لي 5 لـ10 ايام. يعني انت اللي حكيتيها شخصيا طبعا وما قالته بالفيديو يتطابق مع ما قالته لك. لك طبعا. ما في حدا طيب. نجلاء هذا الموضوع سيتم التواصل مع حضرتك فيه ايضا لمعرفة كل تفاصيله. نحن اليوم بدنا نقول شغلة كتير مهمة. تفضلي بس لأنه بعد في عندي مداخلة فضيلة الشيخ. طيب أكيد. إذا اليوم عنا كفالة 2500 عائلة بأجار شهري، لأنه هيدا هو الموضوع، المدخل مش الفضيحة أنه بس الشيخ، هو الشيخ مسؤول جمعية، يعني هو يستغل منصبه وأموال اللي عم تأتيه من الشعب السعودي. هو ما عنده ترخيص للعمل بالأراضي اللبنانية أصلا، هو ترخيصه جايبه من الوقف اللي هو فيه. هيدا نعم. الوقف مال، الوقف وين؟ يعني طيب. مال الوقف يحاسب عليه كمان. حتى الوقف ساحب ايده بهذا الموضوع. شكرا لك نجلة، شكرا لك ربيع مرعي. فضيلة الشيخ، يعني انا خليتك للاخر لتسمع كل وجهات النظر وتقلي رايك. يعني انت اليوم حضرتك مرجع شرعي ومواطن لبناني ومسلم سني ويعني من كل الاتجاهات، يعني انت معني بما يحدث ليس فقط في لبنان وإنما فيما يحدث مع هالبنات اللي شفناهن، لأنه مستعدة تعمل أي شيء بس تلاقي لقمة عيشة أو تدفع أجار بيتها. هل هذا، خلينا نبتدي، هل هذا ما يحدث بطريقة الزواج هاي العشرة أيام والخمسة عشر يوم وطريقة الطلاق اللي عم بتصير، هل هو شرعي أو حرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى موضوع توقيت الزواج نعم. توقيت الزواج، يعني الزواج المؤقت بوقت، أنا هذا من الشرع محرم لدينا، أن نقتصر الأمور محرم لدينا، ليس هناك وجهة شرعية مطلقة، بما أن هناك زواج يتم لأيام محددة ثم يعقبه طلاق. نعم. يعني يجب أن يكون هناك زواج بمعنى الأبدي، ولكن ما يحصل من بعده يحصل في طلاق إلى هناك ده طبيعي، بس إنما أن يكون شرط لهذا الموضوع. حتى المسيار؟ شرط آخر، هذا المسيار منه حرام. نعم. يعني في مثلا من يتزوج اليوم يكون أن يعني يعتمد إنه هذا زواج مسيار. لا، هذا غير مسيار. نعم. هذا غير مسيار، هذا عم بيعتقد بنفسه انه بعد وقت هناك طلاق. عم بيتزوج لايام، يعني بيكون هو انسان مزواج، والنبي عليه الصلاه والسلام لعن الانسان المزواج بمثل هذه الطريقه. نعم. ان يتزوج وان ينتقي. بعدين اضافه الى ذلك سمعت عده مواضيع، اذا كان هناك زوجه ثانيه يجب ان يعدل بين الاثنين، هذا المعروف في الحكم الشرعي. ان لم يكن هناك استطاعه للعدل بين الاثنين، او هو بتفكيره ان يطلق اولى ثم يتزوج اخرى ثم اخرى، هذا الامر مرفوض بالنسبه للامر الشرعي، كما عم بختصر هذه المواضيع. اضافه من يستغل، لا سمح الله، ان كان ما كان في التقرير نعم. هو صادق، لا يجوز ان يستغل الانسان لا وقف مالي بطبيعه الحال نعم. لا وقف مالي ولا امر اخر استغلالا لهذه الحاله. بعدين انا احمل اهل الفتيات في هذا الموضوع، لما ياتي هناك شخص، يعني ليس هناك تكافؤ اجتماعي بين بعضين بعض، كيف نزوج الفتاة؟ نحن من أمورنا الشرعية عم بيقولوا له زواج سترة، يعني بيسموه زواج سترة، يعني أنه هذه، يعني هؤلاء الفتيات بحاجة إلى السترة عم بيصير هيك. والأسف هل هناك من زواج سترة؟ أبداً، لم يحصل هذا الموضوع، بالعكس اليوم الزواج هو تكافؤ، هو تكافؤ صح ولا لا؟ انه اذا اتاكم من ترضون دينه، اذا اتى من الفتيات حسب ونسب وجمال ويمال، عليكم بذات الدين. في مشكله بركي حامل البنت، يعني بركي لما طلقها هذا الامر الاخر. نعم. بعدين انما طريقه ما نسمعه من توكيل لفلان، يعني يجوز التوكيل بموضوع طلاق، بس انما اذا كان في الاساس ليس هناك عقدا ثابتا وموثقا، انا لا اعقد عقد قران غير موثق وغير ثابت. من يحفظ الحقوق بهذا الموضوع؟ ومن يحفظ موضوع الحمل اذا كان هناك حمل؟ هناك حقوق ماليه وهناك حقوق حمل حتى، من يحفظ هذه الامور؟ كيف يمكننا
أن نردع مثل هذه الظاهرة. يعني هناك توجيه وإرشاد بالنسبة للناس بشكل عام. أنا سمعت مرة من أحد رؤساء الوزراء يقول أن موضوع في النزوح السوري موضوع الزواج المبكر هو أمر طاغي أكثر من الحالة الاجتماعية وأكثر من الحالة الاقتصادية. طب هناك يجب أن يكون هناك توجيه صراحة. بعدين لا يعقد كيران على وجه السرعة إلى هناك إلا أن يكون هناك توثيق بهذا الموضوع. هذه ما حكينا شرح الحمد لله. ولكن أمام فتاة اليوم أمام فتاة اليوم هي بظرف اجتماعي مزري جدا، بظرف يعني مثل الفتيات اللي عم نشوفهم مثل اللاجئات السوريات. نعم. يعني دعنا نحدد. نعم. طب هذه الفتاه بحاجه الى الماده، بحاجه الى لقمه العيش. بتقول لك انا امام خيارين، بين اني اروح اعمل في الحرام وجيب مال، وبين اني انا اروح اتزوج بالحلال وشرعا وامن سترتي وامن اهلي. فهي عم تختار الخيار، يعني الخيار الحلال، الخيار الشرعي. يعني هي من وجهه نظرها ممكن تكون انه هي عم تختار الخيار ما يعني ما يرضي الله. نعم. بينما الاخر الذي يتزوج او يسمسر. نعم. هو من يفكر بامور اخرى. يجب ان يكون هناك تفكير حتى من اهل الفتاه، سواء من. نعم. والدتها، لان هي مسؤوله عنها، او من والدها، او من العائله، او من الافراد العائله، ان يكون هناك توجيه بالنسبه اليهم. نعم. ليس هناك يعني كانوا هنا في حال اجتماعية معينة من فقر وإلى مهنك في هذا الزواج، وأين أصبحنا في حالة أسوأ مما كنا في الأول. فاخترنا صحيح أنه موضوع شرعي وإلى مهنك، ولكن لم نختر فيه الرؤية الصحيحة، فذلك وقعنا في الحرام. فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحوت الباحث في الحقل الإسلامي، شكرا لحضورك ولمتابعتك ولرأيك اللي بهمنا كتير. سليمان كمان شكرا لك، شكرا للزميلة نجلة حمود مراسلة جريدة السفير في عكار والتي هي تتابع هذا الملف، وتعاوننا معها طبعا بتأمين كل المعلومات أو معظم المعلومات. شكرا لك نجلة. ومعي أيضا كان السيد ربيع مرعي المدير السابق لجمعية طيبة في عكار، أيضا شكرا للمداخلة. ما هو التالي ونتابع.